بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيبين عاملين إيه؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية وبخير حال. هنا إحنا عند مخبز أبو عمر البحراوي هنا في ديانتي. هنشوف بقى مراحل اللي هو خبز العيش إن شاء الله عنده. بس لحد ما بيطلع هنخش جوه وهنشوفه خطوة خطوة.
نيجي بقى يا جماعة المرحلة اللي هي الأخيرة اللي هي الخبز، اهي زي ما حضراتكم شايفين اهو. طبعا بعد اللي هي المرحلة اللي احنا شفناها دي بيتخبز، بيستنى نص ساعة على ما يحمر وبعدين بيتخبز. اهو بصوا يا جماعة ان شاء الله الله ينور. لا ماشي لازم ربنا يسلم. انا بس عايزه بس ابين ممكن ادي من هنا ايوه عشان يرجع. اهو بصوا حضراتكم العيش اهو زي ما حضراتكم شايفين بينور ينور. الله يقويكم في الحر ده، بصراحه شغلانه يعني متعبه في الحر ده، ربنا يكرمهم كلهم. هو بياخد بصوا يا دوبك هو لفه واحده ان شاء الله، هو بيحط من الناحيه اليمين على ما بيلف بيكون ان شاء الله ايه استوى. اتمنى ان شاء الله ان النهارده يكون عامل حضراتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله راح العيش اهو بسم الله ما شاء الله شويه. بصوا الجمال بسم الله ما شاء الله. هنا يا جماعه هو مخبز ابو عمر البحراوي هنا في بيانكي. هو على فكره بعد ما بيخلصوا بيهويه زي ما احنا شايفين كده، بصوا حضراتكم بيغطيه يعني نظافه وامانه بصراحه زي ما انتوا شايفين وجوده بسم الله ما شاء الله. ويبقى عندهم هنا هو كتير وبكاكين وعسل كل حاجه ورقاق. ماشي هنا هو في دخلت بيانكي جنب وش ايه عمر افندي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.